والخامس من أركان الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر، ويدخل في اليوم الآخر أن تؤمن بالعلامات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة للساعة، علامات كبرى وعلامات صغرى، وتؤمن بالحياة البرزخية وهي الحياة الوسطى التي تكون بين حياة الدنيا وحياة الآخرة، وكل من مات فقد دخل في عالم البرزخ سواء دفن أو لم يدفن، وتؤمن بعد ذلك باليوم الآخر وهو قيام الساعة وما يكون بعدها حتى وصول الناس إلى الجنة وإلى النار. تؤمن بكل هذا إيماناً مجملاً، ثم تؤمن إيماناً مفصلاً بكل ما ثبت في الكتاب والسنة مما يتعلق باليوم الآخر.